يقول قريبون من حزب التاشناك إن ضغوطاً سياسية وإعلامية تمارس على نوابه بهدف استمالتهم لهذه الجهة أو تلك في التصويت الرئاسي. سئل نائب من كتلة التنمية والتحرير عن أسباب عدم الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس فأجاب: هلأ فترة تحضير. يحاول عدد من النواب المستقلين الالتقاء على أرضية رئاسية واحدة لتشكيل قوة ضغط وترجيح في المرحلة المقبلة.